ماشي وما تقلق استنى. والله ما معاها حضرتك. انا مكلمك بالصوت ده غير ما انت تعمل ايه بالصوت كده. والله ما معاها حضرتك. والنبي سيبني امشي. ايه ده؟ والنبي سيبني امشي. خد والنبي سيبني امشي. اطلع على التليفون. خد سيبني امشي. اطلع خد. وعلى بنت يلا علا اجري علا. طب انت جامد تم يفتح ايه جامد فتحه للنبي جامد. طب انت ايه مفيش واحد نسبته كمان نجيب منه اي حاجه. طب وانا ماشي معها سعديه طلعوا عليا الحراميه طلعت سلاحي من جنبي. اثبت ياه طلع اللي معاه. طب انت بتعمل لي كده ليه؟ طلع اللي معاك. ما انا معيش حاجه. لا طلع اللي معاه. طب انا معيش حاجه. طلع اللي معاك. يلا الراجل غلبان يا عم مشحت لله. طلع اللي معاه. انا راجل تعبان يا اسطى مشحت لله حاجه لله. الله يخليك ويساعدك. انت تهزر انا بثبتك. طب انا مش حرامي. هات الشبشب ده. لا اقلع البوكسر. ما عنديش الا غير اقلع البنطلون الحلو. انا باشا انا لابسه. اقلع البنطلون الحلو. ما ينفعش يا باشا ما ينفعش. خد يا صاحبي انا بهزر معاك. تعال يا صاحبي. ليه يا عم بهزر معاك يا كابتن؟ قول لي يا كابتن فين. تعال نلعب شويه. تعال نلعب شويه. قولي انا بهزر معاك يا عم. في لا يا عم انت ما تعمليش كده. انا بعمل زي ما اصحابي كانوا. هات التليفون دي كده. لا هات التليفون ده. يلا لا مش هجيبه يعني. بقول لك هات التليفون بالذوق والاحترام. ده انت حلوه يا عم. انا حلوه يا عم انت ما تعمل. طب تعالى بس نلعب في اي حته. تعالى بس كده ايدك جنبك. هات التليفون دي كده. هات التليفون كده على شكل سبتها يا عم. لا هات التليفون. لا على حرام من دين التليفون ده. لو ما جاي انت اخرك معاه النهارده يا عم. انا بهزر معاك. لا يا عم سيب التليفون دي كده. لا على حرام من دين. انا فوت من هنا تاني. ابص ما تعرفش ايه اللي حصل. الله شايف فيش واحد تاني هنيجي نثبته ولا ايه؟ ولا الحاره فاضيه. التليفون دي جامد عليها النعمه. والنعمه التليفون دي جامد فاتحه للنبي. التليفون دي جامد. انا